ولاحظت أيضا في أكثر من مكان وأكثر من فرع هناك اهتمام خاص لذوي الاحتياجات بالزبط. الخاصة في أنا بشكرك جدا، لأن ده برضه كنت من ضمن الحاجات حابب أن أذكرها، وتطور هذا الأمر جدا الحمد لله رب العالمين يعني، وحقهم علينا كلهم، ولادنا وكلهم يعني إخواتنا، وليهم حق على المجتمع كله مش بس على النادي الأهلي، إن إحنا نحاول بقدر الإمكان نوفر لهم الحياة الكريمة، الحياة التنافسية، الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية، وحتى الناس اللي بيشتغلوا في هذا الأمر في النادي الأهلي برضه بيشتغلوا بحب، وبيشتغلوا بأنه يتمنوا يكون هناك يعني جزاء من الله سبحانه وتعالى ليهم إن هم بيقوموا بهذا الدور. وهنا عايز أشكر أهليهم الحقيقة، أهليهم اللي هو فعلا ربنا هيجازيهم كل الخير عن تعبهم مع أولادهم اللي ربنا يعني أراد إنهم يكونوا عندهم بعض الحالات الخاصة، لأن بيتعبوا جدا جدا يعني. أنا بشكرهم جدا بالنيابة عن أولادهم وبالنيابة عن طبعا مجلس الإدارة بتاعنا يعني. بعد 3 سنين ومن من 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 دورة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، هل راضين عما قدمتوه في 3 سنين؟ وبنسبة كم في المية أوفيتوا بالبرنامج الانتخابي؟ خليني يعني أخذ الجزء الثاني من السؤال كويس، اللي هو كم في المية؟ كم في المية؟ إحنا أعتقد يعني 90-95%. الحمد لله تم إنجازه لحد اليوم. لحد اليوم طبعا يعني لسه في حاجات بسيطة جدا هتتم إنجازها، إلا إذا كان هناك ظروف كورونا في بعض الحاجات صغيرة جدا. مثلا كان ضمن الأفكار اللي احنا عايزين نقولها إن احنا عايزين يبقى ليها مساهمة مع أولادنا اللي هم أولاد الأعضاء في بعض التجمعات التعليمية، مجموعات تعليمية لنهاية السنة الدراسية، يكون في زي درس خصوصي يعني كويس تعليم، ونجيب للناس في النادي ونعمل. ظروف كورونا منعت الكلام ده، كان عايزين نعمل حاجه اطفال برضه ظروف كورونا منعت ده. لا ظروف ظروف عشان كده دي الحاجات اللي هي ظروف قانونيه دكتور كابتن. بس اما بقى رضانا طبعا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على اي امر احنا يعني يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبدعم اعضاء النادي وبدعم جماهير النادي ان احنا نكون قدمنا شيء طيب يعني. لكن لو بسألني انا شخصيا بقى على ده، انا لا مش راضي، لان انا عايز دايما يكون هناك في تطور، مش هنقف ابدا احنا او اللي يجي بعدينا، احنا كلنا بنكمل بعض، كلنا سلسله واحده. النادي الاهلي محتاج او حق علينا جميعا ان احنا دايما نكون في تطوير مستمر باذن الله.